عاد التوتر بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير إقليم تيغراي بعد وقف لإطلاق النار شهد خروقات متبادلة. وبعد هدنة لخمسة أشهر اندلع قتال بين الطرفين قرب المناطق الحدودية لإقليم تيغراي وسط تبادل اتهامات بشأن المسؤولية عن هذا الخرق. خرق استدعى دعوات دولية مكثفة لوقف فوري لإطلاق النار واستئناف المحادثات بين الجانبين سعيا لحل سلمي للصراع. لماذا سقطت الهدنة في إقليم تيغراي ومن يعيد الهدوء والهدنة بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير الإقليم؟ معنا الآن من أديس أبابا رئيس تحرير موقع نيلوتيك بوست نور الدين عبدة. أستاذ نور الدين مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. فترة شهور مرت والهدنة كانت صامدة خمسة أشهر تقريبا، ما الذي أدى إلى انهيار الهدنة على ما يبدو واستئناف العمليات العسكرية بين الطرفين برأيك؟ الصوت عندي ضعيف أستاذ نور الدين، تسمعني الآن؟ نعم. سألتك قبل قليل عن الأسباب التي أدت إلى انهيار هذه الهدنة التي دامت لبضعة أشهر. أهلا بك وبالمشاهدين الكرام. وفي الحقيقة يعني أنا لا أعتقد أنها يعني انهيار للهدنة أو أن الطرفين قررا العودة إلى الحرب الشاملة، ولكن أعتقد هذه المناوشات هي يعني تدل على صعوبة الملفات التي تتناولها المحادثات، والانتقال أيضا يعني يعبر عن صعوبة الانتقال إلى المفاوضات المباشرة، وهي أيضا نوع من أنواع أوراق الضغط التي يمكن يستخدمها هذا الطرف أو ذاك، ولكن ليست في إطار المواجهات الشاملة حسب فهمي يعني. طيب يعني ما الذي يتوقعه الطرفان سواء الحكومة أو جبهة تحرير الإقليم من عودة المناوشات على الأقل في هذه الفترة؟ أستاذ نور الدين تسمعني؟ طيب يبدو هناك مشكلة في الاتصال مع الأستاذ نور الدين من أديس أبابا، نحاول إصلاح هذا الخلل الفني في الاتصال معه لمعرفة ما الذي يجري بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير إقليم تيغراي ولماذا على ما يبدو انهارت هذه الهدنة ولو مرحليا التي كانت قد صمدت لفترة خمسة أشهر. في هذه الأثناء نتابع هذا التقرير عن آخر التطورات في إقليم تيغراي. الأزمة تتجدد في إثيوبيا وتقاطع هدنة دامت لستة أشهر. سلاح الجو الإثيوبي أعلن إسقاط طائرة مشيرا في بيان إلى أنها كانت تحمل أسلحة ومتوجهة لإمداد القوات المسلحة لجبهة تحرير تيغراي. تطورات جديدة قد تعيد الوضع في إثيوبيا إلى مربع الأزمة من جديد، مهددة بنسف الجهود الحثيثة التي اقتربت من فرص إحلال السلم في البلاد وإنهاء حرب استمرت 21 شهراً. في وقت أطلقت فيه الحكومة حواراً سياسياً شاملاً اندمجت فيه الأطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني. من جهتها عبرت الولايات المتحدة عن قلقها حيال تجدد العنف، ودعا وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأطراف المتصارعة في إثيوبيا للتهدئة. واشنطن أشادت بخطوة أديس أبابا لإنشاء فريق تفاوضي واستعدادها المعلن للمحادثات مع جبهة تحرير تيغراي، بينما دعا رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقي إلى وقف التصعيد واستئناف الجانبين للمحادثات سعيا إلى حل سلمي للصراع، مؤكدا التزام الاتحاد الإفريقي بالعمل مع طرفي النزاع لدعم عملية سياسية توافقية لصالح البلاد. وتتخوف المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة من أن يزيد تجدد الصراع في إثيوبيا تضييق الأزمة الإنسانية من جراء صعوبة وصول قوافل المساعدات إلى المدنيين، في حين فتحت منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية نقاشاً واسعاً لدراسة القضايا السياسية والسبل الكفيلة بمعالجة الأزمة في البلاد.
طيب نعود الآن إلى ضيفنا من أديس أبابا رئيس تحرير موقع نيلو تيك بوست نور الدين عبده. أستاذ نور الدين أرجو أن تكون تسمعني الآن، كنت سألتك عن ما الذي يريده الطرفان من وراء تجدد هذه الاشتباكات، ما الذي يسعى كل طرف إلى تحقيقه برأيك؟ يعني هناك أولا يعني هناك اتفاق بين الطرفين على ضرورة الجلوس للمفاوضات والحل السلمي لهذه الأزمة التي يعني أدت إلى تداعيات كبيرة جدا على الوضع الإنساني والوضع الاقتصادي والسياسي عموما للبلاد، ولكن هذا الاتفاق على الجلوس للمفاوضات يعني هناك شوائب وهناك يعني عوائق حول ذلك. أولها يعني الجبهة تشترط عودة الخدمات الأساسية إلى الإقليم قبل الدخول إلى المفاوضات، بينما الحكومة ترى أنه يعني ترى ضرورة عودة الخدمات، لكن في نفس الوقت يعني فالخدمات حسب وجهة نظر الحكومة لا يمكن إعادتها إلا يعني بالعمل إلى إصلاح الخلل والبنية التحتية، وإصلاح البنية التحتية يحتاج إلى نوع من التوافق بين الأطراف. أيضا هناك بعض الخلافات حول يعني أطراف التي تتوسط لحل هذا الصراع، منها يعني الجبهة ترى أن الاتحاد الأفريقي وخاصة مبعوثها رئيس نيجيريا الأسبق أوباسانجو يعني ليس مؤهلا للعب دور وسيط بين الأطراف، بينما الحكومة الأثيوبية تصر على أن الوساطة الأساسية يجب أن يقوم بها الاتحاد الأفريقي. وهناك يعني ترى الجبهة أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا يجب أن يكون لهما دور أكبر. عموما هناك قدر كبير من يعني الشك بين الطرفين، وهناك حاجة إلى أيضا إلى إجراءات لبناء الثقة. فهذه هي الصعوبات الأساسية التي في النهاية تعبر عنها هذه المناوشات على شكل أوراق ضغط وليس طيب. على شكل العودة للحرب الشاملة. طبعا المجتمع الدولي بكل أطرافه بالأمم المتحدة الولايات المتحدة وأطراف كثيرة أخرى تريد وقف أو تريد العودة إلى التهدئة ووقف هذا التوتر من منطلق يعني المحافظة على الوضع الإنساني الهش في تلك المنطقة، ولكن ما الذي تريده الحكومة الإثيوبية من المجتمع الدولي فيما يتعلق بموقف المجتمع الدولي من جبهة تحرير الإقليم؟ هل تريد موقف أقوى من الموقف الحالي؟ يعني هناك شعور رسمي هنا أن المجتمع الدولي وخاصة يعني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وهما الطرفين الأساسيين المهتم بهذه المسألة في هذه المنطقة، ترى الحكومة أن هناك قدر من الانحياز نحو جبهة تحرير تيغراي وتفهم لطرحها لهذه المسألة. ويعني خلال الأسبوعين الماضيين كان هناك وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قام بزيارة عاصمة الإقليم مدينة مقلة، وكان المتوقع يعني حسب طرح الحكومة أن يكون هناك ضغط على الجبهة لتتنازل عن الشروط التي وضعتها لاستئناف أو للدخول للمفاوضات المباشرة. وحينها أصدرت الخارجية الأثيوبية وبالأحرى يعني السفير رضوان حسين أصدر تصريح على صفحته في تويتر، وذكر أن الاتحاد الأوروبي والمجموعات التي ذهبت إلى مقالي بدلا من أن تدفع الجبهة إلى الجلوس للمفاوضات بدون شرط قاموا بتفهم لموقفها وأيضا بحركات أو بتحركات فيها قدر من الاحتفالية لإظهار الدعم للجبهة. فهناك يعني آخر بيان الآن صدر من الخارجية يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الجبهة للجلوس للمفاوضات دون شرط، وأيضا يعني للتخلي عن محاولة فرض مطالبها عبر السلاح أو عبر اللعب بورقة الحرب كورقة ضغط دبلوماسي أو ورقة تفاوضية. شكرا جزيلا لك الأستاذ نور الدين عبده رئيس تحرير موقع نيلو تيك بوست، كان معنا مباشرة من أديس أبابا.